هي يقولون؟ يقولون إذا كان المضحي جاز له إجماعا، يعني بإجماع المسلمين جاز له أن يجامع أهله في عشر ذي الحجة، فمن باب أولى أن يجوز له أن يأخذ من أشعاره وأبشاره. واضح؟ إذا جاز له أن يجامع أهله ولم يرد أبدا منع من مجامعة الرجل أهله وهو أراد أن يضحي، لم يقل بهذا أحد، فقالوا من باب أولى أن يأخذ من أشعاره وأبشاره، لأن أعظم ما حرم على المحرم أن يجامع، فإذا جاز له أعظم ما يحرم على المحرم من باب أولى أن يجوز له ما هو أدنى. ثم نأتي لدليل عقلي آخر، وهو حديث أم سلمة صح سندا لأنه عند مسلم في الصحيح، لكن الأضحية ليست شعيرة خفية. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى 10 سنين يعلن أضحيته وبين، قال 4 لا تجزي في الأضاحي، والبراء بن عازب لما حدث رفع أصابعه وأشار بال4 وقال يدي أقصر من يد رسول الله، وأنا أقول يدي أقصر من يد رسول الله وأقصر من يد البراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأضاحي يتحدث في المنابر على مكان عام، لأن هذه شعيرة تؤم كل مسلم، فلا يعقل أنه لما أراد أن يعلق بها أمرا أو نهيا وهو الأخذ من الأشعار والأبشار أن يجعل هذا حديثا بينه وبين أم سلمة. ثم إن عمل أهل المدينة في ذلك العصر له نوع من الاعتبار، يعني لا أصل إلى قول المالكية أنه حجة كما قال مالك رحمه الله في أصول مذهبه، لكن على الأقل عندما يكون شائعا عند جماهير علماء أهل المدينة في زمانهم قبل مالك أنهم لا يرون بأسا في أن يأخذ الرجل من أشعاره وأبشاره شيئا، فمعنى ذلك أن المجتمع المدني الذي هو أقرب المجتمعات في ذلك العصر إلى السنة، ولا يجادل في هذا عاقل، فالمدينة بلد السنة وأهلها نشأوا كبارا صغارا عن كبار يأخذون عن المهاجرين والأنصار، فإذا كان الشائع في زمن أهل المدينة أنهم لا يرون بأسا في أخذ من الأشعار والأبشار، فمن باب أولى أن يكون هذا دليلا يعضد دليل من قال من العلماء إن المسألة لا تصل إلى التحريم، بل وعندي ولا تصل حتى إلى الكراهة. والحديث قد يصح سندا ويكون في متنه ما يجعلك تتوقف فيه، وقد يصح متنا ولا يصح سندا لكن تأخذ به من دون أن تسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، هذا الحديث لا يصح سندا، لا يستطيع أحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب بيد هؤلاء يقول